واصلت وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي وتمكنت من ضبط 664 قضيه تموينيه مستنديه وعينيه خلال 24 ساعه بمضبوطات بلغت اكثر من 126 طنا من المواد الغذائيه وغير الغذائيه. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط قرابة 49 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 49 طنا في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير إلى جانب ضبط قرابة 8 أطنان في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 20 طنا من الأسمنت في مجالي الحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فضلا عن ضبط 444 قضيه في مجال قضايا المخابز من بينها 163 قضيه خبز ناقص الوزن و154 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وضبط تسع قضايا في مجال القضايا التموينيه المتعلقه بغش الاعلاف بمضبوطات بلغت 16 طن.